سلام ونعمة ليكم أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ترنيمة وعجباني، وحلقة خاصة جدا زي كل البرامج المنوعات اللي بيبقى فيها ترانيم. بيعملوا حاجة اسمها توب 10، بس أنا بصراحة كل ترانيمي كانوا بالنسبة لي هم التوب. فكرت يعني أعمل حلقة خاصة رغم يعني عمر البرنامج الصغير وهو 10 حلقات بس، واحنا طبعا على مشارف نهاية السنة، وكنت حابة قوي ان احنا نبتدي سنة جديدة اتمنى تكون جميلة وحلوة وترانيمها تكون مختلفة عن الفترة اللي فاتت. وزي ما قلت، برغم من عمر برنامج ترنيمة وعجباني الصغير، لكن حاسة انه حقق النجاح سنة كاملة، وده صدقوني احساسي. عشان كده حبيت ان احنا ننهي السنة دي سنة 2011 بني اشكر ربنا على النجاح ده، واستعرض معاكم المواقف الجميلة والمكالمات اللطيفة والترانيم اللي أسعدتنا على مدار 10 حلقات فاتت. اتعرفت فيهم على شخصيات جميلة وتعلمت حاجات كتير، يمكن لأني بعيدة عن الميديا المسيحية بما أني خارج مصر، وهي مصر يعني هي اللي بتولد كل الفنانين، وهي زي ما بنقول مكان لتجمع الفنانين الجميلة اللي احنا استنطناهم على فترات الحلقات اللي فاتت. شفت خدام في منتهى التواضع، وشفت مواهب مدفونة محتاجة بس تشجيع عشان تخدم، وعشان تقول ان هي موجودة، وخدمتها دي بتكون خدمة جميلة جدا جدا، بس محتاجة ان حد يكتشفها ويطلع موهبتها. كل ما بخلص حلقة برتبط أكتر بفريق العمل، وبيكونوا أكتر من إخوات، وبكون سعيدة جدا 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 بيهم، رغم أني باخد يمكن فترة طويلة في الإعداد، فده اللي بيخليهم قريبين قوي قوي مني. بنبسط جدا لو يقولي يا جاكي احنا مش حاسين، يعني احنا دايما نكتب لمرنمين على الفيسبوك ومحدش بيرد علينا، او نكتب مثلا ايميلات ومحدش يعني بيبقى قلبه كده او بيشجع او بيدينا كلمة او كلمة تشجيع. عايزة اقول لكم ان انا واحدة منكم ومانيش واحدة برا، انا بكون سعيدة جدا بالايميلات دي، وبكون سعيدة جدا بالمسجات دي، وعندي استعداد ارد عليها كلها. طبعا فترة الاعداد دي بتكون فترة جميلة جدا، وبيظهر فيها مواقف كتير حلوة قوي قوي. طبعا عايزة عشرات الحلقات مش حلقة واحدة علشان اتكلم عنها، لكن من ضمن الحاجات الحلوة اللي متذكراها قوي قوي انه اخويا بولس خير لما في اخر ترنيمة بتاعت مصر لسه بلدي في الاخر خالص قال لي يا جاكي اسمحيلي ان احنا يعني نكون اكتر من اخوات، اسمحيلي من فترة للتانية اقدر ان انا اكتب لك واسأل عليك. طبعا ده شيء يشرفني وشيء يزيدني اكتر انه بحس بالمحبة، بفتخر قوي بيها. طبعا كمان امير جميل كان برضو من ضمن ضيوف حلقتي، ونسمع له مكالمة حلوة دلوقتي. اشكرك قوي يا جاكي بجد، ميرسي على الفرصة الجميلة اللي طلعت بيها على قناة طريق، قناة جميلة اللي كانت بتغطي أحداث كتير، كونها إنها تعمل برنامج روحي فني زي كده دي حاجة تبسطني قوي. كون ترنيمة أنا فيك بتاعت الجميلة الرائعة سارة تكون في أول الحلقات مع جاكي تشرف لينا كلنا، وكلنا يعني بناخد البركة من ربنا. ميرسي ميرسي قوي يا شادي، ربنا يخليك، وأسرة قناة الطريق كلها بتشكرك مش أنا بس، ونتمنى دايما تكون معانا في حلقات تانية. دي مكالمة شادي شوكت برضو كانت من ضمن الحلقات في أولى حلقات برنامج ترنيمة وعجباني، اللي كنت بفتخر جدا جدا بوجود ترنيمته نسيتك في أولى حلقات البرنامج، وأنا بكن ليهم هنا كل محبة واحترام. كان في ترانيم حصريا لبرنامج ترنيمة وعجباني، وده الشيء اللي كان بيميز الترنيمة، وانا كان بيسعدني جدا، زي ترنيمة يا دمعة للجميلة سارة معروف، ولحن رأفت ظريف، وتوزيع مين القمص بسادة. والترنيمة دي عزيزة على قلبي، لانه رأفت لما كلمني وقال يا جاكي في ترنيمة احنا بنجهزها دلوقتي مونتاج،
وكان كل يوم بيبعت لي ويقول لي خلاص، يعني كان ديتيلز قوي كان بيبعتها لي، يقول لي خلاص ده هي في المرحله الاخيره وكده، وكان مهتم جدا 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 ان هي تنزل في حلقات برنامج ترنيمه وعجباني. ونفس الشيء طبعا انا كنت مبسوطه. تعالوا نسمع مع بعض ترنيمه يا دمعه ونرجع تاني. I'm not afraid to die.
البرنامج فريدة، وده مش كلامي لكن رأي كل أصحاب الترانيم اللي حبوا قوي إن الترنيمة تكون في برنامج ترنيمة وعجباني، وإن هي ما تكونش بس مجرد ترنيمة مسموعة، لكن كمان حبوا قوي إن هم يعبروا عنها ويحكوا كل تفاصيلها من أول ما كانت مجرد بس فكرة، لسه ما بقتش ترنيمة، بس مجرد فكرة لحد ما ترجمت لكلمات ولحن وتوزيع. ترانيم كتير عصرناها، يعني يمكن بدايات برنامج ترنيمة وعجباني كانت في قلب الحدث، وكمان علشان قناة الطريق بتجيب من قلب الحدث، ف يعني بنبقى احنا كمان برامج القناة بتلاقينا كلنا في قلب الحدث. فترانيم كتير قوي عصرناها في وقت الأحداث المؤسفة وحزن الشعب القبطي، وترجمة مشاعره في كلمات ترانيم دي كان ليها كمان أثر في نفوس يعني اللي بيكتبوا ترانيم والملحنين والموزعين، وكانوا على قلبهم قوي ان هم يبتدوا يطلعوا ويوروا الناس ان احنا حتى كمان عندنا كلمة عايزين نقولها ولو حتى من خلال الترنيمة. الترانيم دي كمان كان منها ترنيمة انا مش جبان انا مش ضعيف، اللي ظهرت قوي الاحاسيس فيها ان احنا كلنا طبعا مليانين جروح وخوف، لكن بيها قلنا ان احنا مش جبنة ومش ضعفة. الترنيمة دي كانت ترنيمة على اللي كلمني عنها شادي، وكانت موجودة على اليوتيوب لكن ما كانتش ليها فيديو، كانت بس مجرد صورة، وهكلمكم جات ازاي فكرة الكليب بعد ما نسمع الترنيمة مع بعض. علموا مسيح السلام، أنا مش ضعيف أنا مش جبان إنسى المسيح، علموا مسيح السلام، هو يا حب كلام مش قوة والمسيح علي هام، هو يا حب يا ناس مش قوة والمسيح علي هام، جوا
عشان كده انا فرحان شايل صديقة ايمان، علشان كده فرحان شايل صديقة ايمان. انا مش ضعيف مش ضعيف ومش جبان، انا مش ضعيف انا مش جبان. كلمات رأفت هنري ولحن شادي شوكت، وطبعا المرنم الجميل مينا كرياكوس، والمونتاج لفيليب فكري. وهي دي اللي انا اتكلمت عنه قبل كده، انه الترنيمه ما كانش ليها كليب، واول ما قلت مين يقدر يساعد كان فيليب من اول الناس اللي ساعدونا وعمل الكليب الجميل ده. كمان كان من نصيب برنامج ترنيمة وعجباني أوبريتات حلوة جدا جدا، منهم أوبريت رغم الألام لنخبة كبيرة من المرنمين الرائعين، وكانت حلقة مميزة جدا جدا. وأنا دي من الحلقات اللي أنا يعني اتعرفت فيها على ناس كتير قوي جميلة، بكن لهم كل احترام. كمان أوبريت صمت رهيب، وأوبريت صمت رهيب كان ليه مناسبة حلوة قوي، وهو كان عيد جلوس قداسة البابا الأربعين، وقدرنا بقناة الطريق أنا أشترك فيه، وكانت لفتة حلوة إن إحنا كقناة الطريق نقول لقداسة البابا كل سنة وقداستك طيب وبخير. وكانت برضو من الحلقات المميزة جدا، وأنا شخصيا يعني انبسطت جدا جدا من وجودي في الاوبريت دوا، وكلمت ناس كتير قوي فيه كنت مبسوطة. وكمان شرفني اوتسابونا في الحلقة، وكانت برضو لفتة جميلة منه. تعالوا نسمع مع بعض اوبريت صمت رهيب. في ذهني كلام كثير لأقوله، وفي قلبي كلام أكثر من هذا، ولكني أفضل أن أصمت. الله يسمع هذا الصمت ويدرك كل معانيه وكل ما نعانيه. Oh.
الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. الحب الذي فينا لا يعرف تعصبا ولا تفريقا، فنحن أخوة في هذا الوطن. أشد ظروف ما عرفش خوف، مواقف كتير مشهود لك فيها، ربوات السماء بتحارب في دمعة عينيك هو بنلاقيها. أشد ظروف معرفش خوف، مواقف كتير كتير مشهود لك فيها، ربوات السماء بتحاربونه في دمعة عينيك. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. أوبريت صمت رهيب، كلمات نبيل نصيف ولحن بشوي مجدي وتوزيع ريمون صقر والمونتاج الجميل لسامح مصعب. كمان كان من ضمن حلقاتنا عمل من إنتاج قناة الطريق، وترنيمة دم الشهداء. الترنيمة زي ما قلت قبل كده إنها اتعملت في وقت زمن قياسي جدا جدا علشان تطلع في مناسبة 40 شهدائنا في ماسبيرو.
الترنيمة دي كمان يعني كان ليها واقع خاص هنا هو، وانا كنت من الناس اللي كنت حابة قوي انها تكون موجودة في البرنامج، رغم انها طلعت قبل البرنامج يعني تقريبا اسبوعين او حاجة، وانا كنت ساعتها كان نفسي قوي انها تطلع اول مرة برضو في البرنامج، يعني قررت الطريق، لكن انا برضو كنت عايزاها جوه ترنيمة وعجباني، لكن برضو رغم الظروف ورغم يعني ضيق الوقت، لكن نشكر ربنا ان ربنا سمح ان الترنيمة برضو تكون معانا في ترنيمة وعجباني. الترنيمة كانت من كلمات أمير لرشدي، وطبعا أمير مراسلين قناة الطريق، ولحن وتوزيع أمجد عاطف وترنيم مادونا. طبعا الترانيم الروحية كان ليها كمان واقع خاص في برنامج ترنيمة وعجباني، وزي ما قلت ان يمكن الاحداث اللي وقعنا فيها في الفترة اللي فاتت، وده اللي خلانا قوي ان احنا نبعد شوية عن مسار الترنيمة الروحية، لكن نشكر ربنا ان كان معانا ترنيمة ومن الترنيم القوية جدا جدا كانت في عيد الصليب، وترنيمة دوبني في جراحك لصديقتي العزيزة والمرنمة الجميلة سناء سمير. وطبعا كانت يعني كنت دايما بحاول ان احنا يعني نحس قوي بالترنيمة وبكلماتها، ونحس قد ايه انه الكتابة والتلحين والتوزيع وكل من يعمل في الترنيمة بيجتهد صحيح، بس احنا كمان علينا جزء عامل للمستمع الترنيمة وتذوق الترنيمة، عليه عامل كبير جدا وهو بيسمع الترنيمة ازاي يحسها وازاي تأثر فيه وتأثر في حياته الروحية وتأثر كمان في مشاعره ووجدانه، حتى رغم المشاكل والظروف والأحداث الكتير اللي احنا موجودين فيها لحد النهاردة. ترنيمة دوبني في جراحك كلمات ولحن مش توزيع ثناء سمير، والمونتاج الجميل الرائع لفادي نشأت، ودي من الترانيم العزيزة جدا جدا على قلبي، وعشان كده اخترتها لكم النهاردة نسمعها سوا، دوبني في جراحك. دوبني في جراحك، غطيني بدمك، دوبني في جراحك، غطيني بدمك، ربي كل ألامك بشوف فيها حبك، بشوف فيها حبك، ياللي شلت عني آلامي وهمي، ياللي شلت عني آلامي وهمي، وفادتني عالصليب دمك بدل دم.
كمان نصيب القصيدة في برنامج ترنيمة وعجباني كان واضح قوي في برنامجنا. قصيدة أنا مصري، كلمات وألقاء أمير جميل اللي سمعناها في حلقة ترنيمة مادد إيدك، وبرضو الترنيمة كانت من كلماته، وكانت برضو من الترنيم المميزة جدا جدا جدا. وقصيدة اسأل مجرب واسمع نصيحة حبيب، ودي كانت من القصائد الطريفة جدا جدا اللي قالها لنا مينا مجدي، برضو دي كانت في حلقة ترنيمة مصر لسه بلدي اللي كانت برضو من كلماته، كانت خفيفة ولطيفة وانبسطت بيها جدا، وانبسطت بالحلقة دي لأن هي كانت ترنيمة رائعة. مصر لسه بلدي حسيت فيها فعلا ان انا يعني بعيدة عن مصر وبسمع الترانيم الجميلة اللي اتقالت عن مصر في الوقت ده. وكمان رأفت هنري صاحب ترنيمة انا مش جبان انا مش ضعيف، حول الحلقة والمكالمات التليفون اللي انا كنت والاسئله اللي انا كنت بساله، كل ما كنت اجي اساله سؤال كان يرد عليا بجزء من ترنيمه هو كتبها او شعر من اشعاره. على فكره الحاجات دي كانت رائعه بالنسبه لي في الوقت اللي فات. انا طلعت العشر سيديهات، انا بمشي من هنا على فكره بعد الحلقه على طول بيدوني السيدي بتاع الحلقه، بستمتع بيه اول ما بروح وبعد اتفرج عليه كتير. و يعني الفتره اللي فاتت دي وانا بعد حلقه النهارده قعدت بقى طلعت كل السيديهات وقعدت اسمع المواقف الحلوه والمكالمات الجميله والترانيم الرائعه، ودي من ضمن الحاجات اللي وقفت عندها قوي عند رأفت لما كنت بساله السؤال وكان يرد عليا بشعر، جزء من شعر او جزء من ترانيمه هو كاتبها، وكانت حلقه كمان مميزه قوي. كمان برنامج ترنيمة وعجباني اتعرفنا من خلاله على مونتيرات والمنتجات كلها اللي شفتوها للكليبات الجميلة دي. فادي نشأت الترنيمة اللي فاتت دوبني في جراحك، برضو فادي من الناس الدارسة الرائعة اللي برضو بيحس قوي بالكلمة وهو بيعمل الكليب، مش مجرد كليب وبس. وسامح مسعد وابداعه في اوبريت صمت رهيب، انا بسميه سامح بسميه صديق قداسة البابا، لانه وهو بيعمل الكليب قاعد يقول يا جاكي انا في المكتبه مكتبه قداسة البابا، يعني صديق قداسة البابا. رائع كان يا سامح، ربنا يعوضك على خدمتك وعلى شغلك. كمان اكتشفنا موهبه فيليب فكري زي ما قلت من شويه، برضو فيليب ما تاخرش لحظه واحده لما طلبت منه انه يعمل، وما كنتش اعرف حقيقي ان هو بيعمل كليبات، بس فاجئني بمساعدته وفاجئني بالكليب الجميل اللي شفته في ترنيمه انا مش ضعيف انا مش جبان، وكمان ساعد في قصيده انا مصري لامير جميل عملها برضو، وكانت من اللفتات الحلوه جدا جدا، بشكره عليها من هنا. وغيرهم طبعا من المونترات اللي اشتغلوا في الترانيم التانية كلها، برضو بحييهم وبقول لهم كانوا ليكوا بصمة واضحة جدا جدا، ويا رب تكونوا معانا وموجودين معانا. من ألطف المكالمات التليفونية كمان كان معايا تليفون رائع جدا من مخرج ومصور قناة الطريق، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. أنا دايما لما بعمل الحلقة يعني بعرف مين المتكلمين يعني برتب معاهم المكالمات التليفونيه اللي هتخش، لكن ده كانت واقعه لطيفه جدا جدا، انه احنا كنا واقفين وما كنتش قلت لصفا خالص انه انت هتتكلم معانا، لان هو اوريدي كان مشغول في شغله هنا، بس هو عمل لفته ظريفه جدا ولقيته مش واقف قدامي، ولقيته دخل واتصل بالتليفون في ترنيمه دم الشهداء اللي كانت من تصويره واخراجه. تعالوا نسمع المكالمة خاص جدا مستنيينه. الو الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا صفا؟ ازيكم، اخباركم ايه؟ انت سايب الكاميرات وراح تتكلم في التليفون يا صفا؟ لا. لا
منورين الشاشة. ربنا يخليك يا صفا، احنا اللي مبسوطين قوي قوي قوي. كنا محتاجين فعلا المكالمة دي، ومحتاجين ان احنا ببص ما لقيتكش قدامي، قلت اكيد صفا هيعمل لنا مفاجأة حلوة. ربنا يخليكم. انا بس البداية حاب اهدي واقدم المجد كل للمسيح. انا ما عملتش حاجة، كل حاجة كانت في ايد المسيحية. أمين. اللي سبقتني في الكاميرا. أمين. انا اول ما جيت الصبح في الترنيمة، وجيت انا ومادونا، قلت لنا في البداية خلينا نصلي عشان الرب يدينا افكار كويسة، عشان الرب هو اللي يحرك الكاميرا، صدقوني. وفعلا فعلا فعلا كانت ايد المسيح باينة في كل حاجة احنا كنا بنعملها. امين امين. ده كان واضح جدا يا صفا، وقد ايه انت يعني صلاتك وكل اي عمل بتبتديه بالصلاة بيكون عمل مبارك وبيطلع بس لمجد اسم يسوع. امين. صفا قول لي، يعني مادونا حكت لنا على موقف جميل جدا لما رحتوا الكنيسة ولقيتوا ان فعلا كان فيها عرس، وده طبعا طلع رائع جدا، ودي كمان احساس جميل ان الواحد لما يجي يعمل ترنيمة زي دي ويلاقي الكنيسة مجهزة بكل حاجة، زي ما يكون ربنا عارف وبيقود لهذا المكان. عندك موقف تحب تضيفه؟ هو مش موقف، انا بس حبيت اقول انه قبل ما اصور الترنيمه كنت بدور على، كنت عايز اشتري باتريز بتاع الكاميرا، يعني حجاره بتاع الكاميرا، وكان ما فيش. وبصلي بقول يا رب عايزينه، ولو عمل اوردر رح تتاخر اسبوع او اسبوعين، واحنا عايزين حاجه بسرعه. فانا كنت في مكان فسالتهم يا ريت تكون عندكم، صدقوني الرب جاب كاميرا كويسه، وجاب باتريز، جاب خمسه حجاره بتاع الكاميرا، كلهم مجهزين، وكاميرا وستاند وكل حاجه، وكان بسعر مناسب، الرب كل حاجه جاهزه صدقونا، عشان نطلع باقل حاجه نقدمها للشهداء دول اللي هم كانوا مؤمنين بقضيتهم ان هم للمسيح. وانا حبيت اوصل في الكليب ده انه احنا شايلين كفاننا مش عشان نفجر عشان نموت، لا، احنا شايلين كفاننا نموت عشان المسيح، عشان كده احنا ودينا الكفن وحطيناه قدام المسبح قدام الكنيسه، عشان اقول يا رب انا مستعد اموت عشانك، لان انت تستحق كل حاجه، عشان انت اله وانت مخلصي، فاقل حاجه قدمها هي نفسي. فانا حبيت اوصل الفكره دي انه احنا بندي حياتنا ونفسنا هديه للمسيح، اقل حاجه. وانا بشكر مادونا اللي كانت متعاونه جدا صدقيني، وكانت يعني الترنيمه خلصت بسرعه، يعني صورناها بسرعه وكل حاجه، والرب اداني افكار التابوت والشمع والبرد وكل حاجه، والكنيسه زي ما قالت، ده كان اي اول حاجه قلت لها مادونا مش هيوافقوا، قالت تعالى نقول لهم. فدخلنا واول ما قلنا لهم قالوا طبعا ما فيش مشكله على طول، قال النهارده فرح ابني بس اتس اوكي، والكنيسه كانت نظيفه ومجهزيها للفرح. فنشكر الرب اللي هو سبق العمل ده، وبشكر، انا حابب اشكر امجد الملحن، وعايز اشكر امير فاز امير اللي فعلا انه الرب اداله اكيد الكلمات دي عشان تكون معزيه للكل، واحب اشكر كمان هاني مهندس الصوت، احب اشكر كل من ساعد في هذا العمل. امين امين. يا صفا انا تعبتك معايا يعني. لا انت بتقولي ايه، انت كنتي اصلا، اتمنى يكون كلهم كده جاكي معايا. الكلام ليك يا جاره. لا بصراحه يعني صفا عمل مجهود كبير قوي، حتى في دماغه افكار واحنا بنصور بتيجي افكار تانية، ما عشان كده بيقول لي اسمعي لانه انا ببوظ له الافكار. ثواني راح اعملها بصراحه، ويعني ربنا يباركك. ربنا يباركك يا صفا. شكرا شكرا، ربنا يخليك. انت كنت عايز تقول خبر، مستنيين الخبر. انا بقول خبر، يا ان شاء الله استنونا انه اكيد جاكي رح تطلع ترنيمه حلوه كويسه لجاكي، فاستنونا نصلي انه الترنيمه تكون دي كمان سبب بركه. اوكي يا جاكي. امين يا صفا. امين يا رب ما تتعبكش كمان. لا 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 انا تعبانه من دلوقتي. تعبتك قول لي على طول. اوكي خلاص انا عرفت السبب. ما انا لما شفت الكليب ده بقى يعني قلت لا لازم صفا يعمل حاجه بقى حلوه، وانا متاكده ان صفا هيعمل حاجه حلوه، لان انت موهوب، ومدام ربنا في كل اعمالك اكيد هتكون اعمال مميزه لمجد اسمه. ميرسي يا صفا، وميرسي خالص على مكالمتك الجميله دي، ومستنينك قدامنا بقى. امين انا جايكم. كانت مكالمه حلوه قوي، مش متكلفه خالص، وكانت جميلة. كمان كان من ضمن حلقاتنا عمل رائع لفريق كورال إساف المرنم، وترنيمة مصر لسه بلدي.
مواهب كتير جميلة طلعت من الكواير ده، ومرنمين وموزعين، واللي عملوا المونتاج كانت ترنيمة متكاملة. بفخر قوي وبنبسط ان في شباب بيخدموا ربنا بالشكل ده وعايزين يوصلوا خدمتهم لناس كتير. كمان حاولت اوضح معاني ومصطلحات داخل البرنامج، زي المكالمة اللي دارت بيني وبين الملحن والموزع مينا القمص بسادة، وزي الملحن شادي شوكت عن دور التوزيع في الموسيقى واللحن وتأثيره في الترنيمة. تعالوا نسمع مع بعض. كلمات الترنيمة دايما هي يعني اللي بتحدد سكة التوزيع، ولما تكون ترنيمة كده فيها حزن وفيها شجن بتكون التوزيع فيها مختلف وصعب، ولا انت بتشوف ان الترانيم كلها حاجة واحدة ما بتفرقش من ناحية التوزيع؟ بصي، هي لو هنفكر في الترنيمة كترنيمة هي بتبقى منظومة، بداية الكلام اللي بيكتبه الكاتب، وبعد كده اللحن اللي بيعبر عن الكلام عايز يقول ايه، اللحن ده اللي احنا بنسمعه نحس الموضوع حزين ولا فرايحي، عايز يوصل لنا احساس عامل ازاي. وبعد اللحن بتيجي بعد كده في المنظومه التوزيع الموسيقي، ان المزيكا تترجم ان الملحن عايز يقول واللحن الجميل قايل. فهي منظومه، بعد ما التوزيع كمان يخلص ان المرنم او المرنمه او سواء كان ايه اللي هيتقال فوكال اصوات يعني، هي كمان اللي بتخدم الموضوع. فالتوزيع مكان يعني مكان حيوي جدا ورئيسي جدا، بمعنى ان ممكن الكلام واللحن كويسين بتعمل مزيكا تخلي الموضوع سيء جدا، وبالعكس تماما ممكن تتعمل الكلمات ولحن حلو تتوجه المزيكا تتكلموا اكتر. فانا في التنميه دي قبل ما اشتغل فيها هي كانت مسرحيه، احنا ما كناش في دماغنا ان احنا ننزلها او نعملها نترجمها للاحداث او العموم تبقى على لسان ام المشاهير في اي موقف من المواقف اللي احنا تعرضنا لها في الظروف دي. فانا وانا بعملها المسرحيه الموضوع حزين، والموضوع لازم يستخدم فيه الالات والايقاعات الحزينه، وبعدين بقى دي الحته العاليه بتاعت يا سند الضعفة. حسيت ان بالظبط حسيت ان لازم المزيكا تقدم حاجه قويه جدا. ليه بقى؟ لان يا سند الضعفاء بننده على ربنا، فيها نداء جدا يا صح بالظبط. الله قوي جدا لما بيجي جنب الضعيف، الضعيف اللي يساوي صفر والله يساوي واحد، الصفر بيبقى 10، ال10 ممكن تبقى 100 و1000. ثم الانسان الضعيف بيقول يا رب انا ضعيف، فالله يوصف الضعيف جدا جدا لما يقول ان انا ضعيف. صح. فالمزيكا قالت ان في قوه في الموضوع، ان يا سند الضعفاء لا في قوه في الموضوع. الدرامز ترجمه جدا جدا، البركشن والالات الموضوع فيه فرحه كده قويه جدا، تقول ان في قوه في الموضوع. في مفروض مكالمة تانية معانا هيجهزوها. برنامجنا كمان حاول يعالج مشاكل كتير مطروحة في الميديا المسيحية رغم تطورها، لكن في سلبيات كتير وفي مشاكل كتير حاولنا ان احنا في برنامجنا نتطرق ليها ونحاول نعالجها، وحتى يعني اكيد مش هتتعالج من يوم وليلة، لكن على الاقل لو حطينا عينينا عليها وحطينا ايدينا عليها هنقدر بعد كده ان احنا يعني نتجنبها او نحلها بصوره او اخرى. منها طبعا ان الاعمال اللي بيكون عليها مصروف كتير جدا جدا وبنلاقيها موجوده على صفحات الانترنت وفي المواقع، وده طبعا حق مش من حقوق الناس اللي موجوده، ودي مش نوع من انواع الخدمه ابدا. فطبعا دي حاجات احنا تطرقنا اليها ونحب انها ما تكونش موجوده. كمان اسعار الترنيمه اللي بقت تتراوح، ترنيمه واحده بقت تتراوح اولموست، انا مش عايزه اقول مبلغ، لكن بقت بتتراوح مبالغ كتير، مش كل الناس تقدر تدفعها، ومش كل الناس تقدر ان هي تعمل ترنيمه بالسعر ده.
لكن احنا محتاجين قوي ان احنا نطلع الشباب والمواهب، ومش كل الناس بتقدر ان هي تعمل سيديهات او تعمل ترانيم من A to Z. وطبعا بما ان في سلبيات من البدايه بتحصل، فما بقاش دلوقتي في منتجين بيقدروا ان هم ينتجوا شرايط للمرنمين. كمان اتكلمنا عن كتابة الترانيم وحقوقها للمرنم، قصدي سوري، وحقوقها للكاتب. اني sometimes قلنا بيبقى في بعض كلمات بتنزل عن طريق الفيسبوك او عن طريق مواقع معينة، وبنلاقيها متداولة وموجودة في ترانيم كتير. كمان في مشاكل تطرقنا ليها في الكوايرز، وطبعا كان لينا كذا وقفة في موضوع مشاكل الكورال، رغم ان الوقت كان قصير ما قدرناش ان احنا يعني نتكلم في كل السلبيات اللي موجودة في فرق الكواير وازاي نتجنبها عشان نطلع بخدمة مثمرة داخل الكنيسة، ودي من اهم زي ما قلت قبل كده من اهم الخدمات. فطبعا دي يعني محتاجين ان احنا نتكلم فيها اكتر واكتر، وان شاء الله ربنا يدينا وقت. مش عارفة اذا كان الفيديو مكالمة جاهزة معانا ولا لا. نسمع مكالمة شادي ونرجع تاني. سمعنا الترنيمة مع بعض، ومشاهدين قناة الطريق سمعوا معانا الترنيمة وعجبتهم قوي قوي قوي. وعايزة اقول لك انه اللحن الترنيمة كمان عليه عامل اساسي بعد اختيار الترانيم. هل انت ده رأيك، نفس رأيك، ولا انت شايف انه الكلمات كفاية قوي ان هي تبقى توضح الترنيمة او تأثر في المستمع ليها؟ بالتالي يبقى في ترتيب في اولويات الترنيمة نفسها، بداية من الفكرة والكلام اللي بيتكتب، الكلام المختبر، الكلام اللي مكتوب عن طريق اختبارات او عن طريق مواقف بتمر بيها في حياتك، ويجي بعد كده البند بتاع اللحن، اللحن اللي بيترجم الكلام وبيحوله من كلام شجن بيتنفس شجن، كلام دراما بيتنفس دراما، كلام مفرح لازم اللحن يفرحه. وتيجي بعد كده الترتيب الثالث اللي هو ترتيب المزيكا، لازم المزيكا بقى تترجم الكلام ده كله، لازم كله يكون منصوح بالروح. والاهم اللي بيوصل للناس قوي، المرنم الخادم الممسوح اللي بيقول الترنيمه دي حاسسها ولا موصلهاني لمجرد انها شو، او فعلا بيوصل رساله. لكن مفيش مرحله من المراحل دي كلها نعرف نستغنى عنها. عمل متكامل، ولا انت ليكي راي تاني؟ لا، هو يعني انا شايفه انه عمل متكامل، هو فعلا عمل متكامل، وده اللي حصل النهارده في حلقتنا، ان احنا كلنا كنا عمل متكامل، وده اللي حاولت ان انا اعمله في حلقه صغيره بسيطه، افتكر بيها معاكم المواقف الجميله، وافتكر بيها معاكم العشر حلقات اللي فاتت من ترانيمها ومكالماتها. طبعا لو عندي وقت اكتر من كده ما كنتش يعني هفوت ترنيمه، وما كنتش هفوت مكالمه، تقريبا كنت هعيدهم كلهم. لكن انا مبسوطه قوي قوي بحلقه النهارده، وبشكر كمان كل اخواتي هنا في القناه اللي ساعدوني في الكنترول روم، واللي بينزلوا الفيديوهات، واللي يعني مهندس هاني، مهندس الصوت، كل الناس دي بتساعد وبتخدم، فانا بشكرهم بحييهم. واذا كان برنامج ترنيمه وعجباني لقى الاقبال والمحبه منكم، فده علشان طبعا وجود ربنا فيه، وجود المحبة اللي بيننا داخل العمل. بشكركم، انبسطت جدا معاكم النهاردة، وبطلب منكم تصلوا لي وتصلوا من أجل البرنامج، وتصلوا من أجل إن احنا نبتدي سنة جديدة جميلة مليانة بترانيم جميلة روحية كلنا نستمتع بيها مع بعض، وتعجبكم زي ما بتعجبني، وترنيمة وعجباني.